مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نحكي لكم حكايات المدينة ونناقش قضاياها ونعرض شخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: الكوليرا شاهدة على بشاعة الحرب وقسوة الحياة. البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أياد تمتد لتضيء حياة الآخرين. صناعة النوافير المنزلية، مهنة الشاب رمز الصيرفي. مشاهدينا، كما عودناكم في أولى فقرات البرنامج، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم ما حدث من أخبار وفعاليات خلال الأسبوع. نفذ صندوق النظافة والتحسين في العاصمة المؤقتة عدن حملة نظافة واسعة في المديريات التي تتواجد فيها الأحياء الشعبية الكبيرة، وتأتي الحملة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار وباء الكوليرا وحمى الضنك، مع عودة انتشارها مجدداً في أغلب المديريات وتسببها في وفيات وحالات إصابات جديدة. شهدت العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ترفيهية للأيتام بمناسبة اليوم العالمي لليتيم الذي يصادف 6 إبريل سنوياً. الفعاليات التي أقيمت برعاية وزارتي الداخلية والشباب والرياضة شارك فيها 1200 من أبناء شهداء الحرب وذويهم، وتخللتها مسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية متنوعة وماراثون رياضي. انتشار الكوليرا وحمى الضنك في العاصمة المؤقتة عدن ينذر بوضع صحي كارثي، ولكن يبقى التفاؤل بوضع صحي أفضل وغد أفضل. لنتابع. 4 أعوام من الحرب في اليمن تسببت بكارثة صحية هي الأسوأ عالمياً كما تقول المنظمة الإنسانية. الشكاوي توصل من بعض المواطنين من سوء الخدمة في بعض المستشفيات، وأكثر المشكلة العاليها هي تسفير المرضى. مرضى كثير يعني بحاجة إلى علاجهم في الخارج وهكذا، وتسريع المنح من الداعمين في تسفير المرضى والأمراض المزمنة. الوضع يزداد صعوبة عاماً بعد آخر، هكذا تلخص منظمة الصحة العالمية المشهد المتردي للقطاع الصحي الذي عطلت الحرب نصف مرافقه وبات نصفه الآخر غير قادر على تأمين الاحتياجات المتزايدة ومواجهة وباء الكوليرا. ما يخص قطاع السكان، نحن بحاجة أولاً إلى التعاقد مع الكادر الإداري و تعزيز الميزانية للقطاع وتدريب وتأهيل الكادر، بالإضافة إلى دعم نظام المعلومات في الوزارة وأيضا في المحافظات، وتعزيز دائرة تنمية المرأة. وزارة الصحة بحاجة إلى تأهيل للكوادر الصحية في الوزارة وكذلك في مكاتب الصحة المحافظات في تأهيل الكادر الصحي في المستشفيات ودعم المستشفيات بالتطورات. عدينا مرحلة الطوارئ الآن، فنحاول نحن نوصل لمرحلة الجودة في الخدمة في المستشفيات. الأفعال التي تحول دون توفير الرعاية الصحية واحدة من التحديات الأكثر خطورة التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن، وتشكل في كثير من الأحيان انتهاكا للحقوق الأساسية والمواثيق الدولية. نحن إذا عليهم شيء فليموتوا في ذنوبهم ويتحاسبوا ويتعاقبوا، شريطة أطلعونا على التحقيق. أما إذا كان الغرض هو لإجراءات أخرى فهذا الكلام أنا شخصيا أرفضه. أبرز التحديات والصعوبات التنسيق من قبل المنظمات مع وزارة الصحة، حيث أن وزارة الصحة في الحكومة الشرعية قائمة على الجمهورية اليمنية كافة، بحيث أنها تعامل من المهرة حتى صعدة، فيجب التعامل مع وزارة الصحة من قبل المنظمات كهي الجهة الرئيسية في تمويل الأدوية وفي كل تلبية الاحتياجات كامل. ما زالت الحرب تلقي بظلالها على الأوضاع الصحية في المناطق المحررة وغير المحررة على حد سواء، وتبقى الأمراض والأوبئة القاتلة شاهدة على بشاعة الحرب وقسوة الحياة.
نرحب بالدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد لوزارة الصحة العامة وقطاع الصحة والسكان. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا. بداية دكتورة إشراق، كيف تقيمين الوضع الصحي في اليمن وفي العاصمة المؤقتة عدن بشكل خاص؟ طبعا المرة أشكركم على هذا اللقاء. بالنسبة للوضع الصحي مقارنة يعني بالأعوام السابقة، يعني نحن نشوف نفوسنا في موقع أفضل. يعني أولا كون الوزارة أصبحت مكتملة بجميع كوادرها، ويوجد للوزارة مبنى، يعني أنتم على دراية سابقة بأننا كنا نشتغل في أماكن متفرقة، ورغم التحديات اللي واجهت القطاع، ولكن الآن الحمد لله يعني بدأنا نقف على أرجلنا صحيح. هذا بالنسبة لوضع الوزارة، ولكن بالنسبة للوضع الصحي الذي يعيشه المواطن اليمني؟ طبعا الوضع الصحي بالنسبة، أنت تعلمين يعني لما يكون في وضع حرب، طبعا إذا كنا نحن الآن في ظروف، بالنسبة أنا أقرأ الوضع إن إلى الأفضل رغم التحديات اللي تواجه المواطن. صحيح يعني في الحروب تكون يعني لو تنظري إلى البلدان الآن اللي تعصب فيها الحروب، لنشوف نحن في نفوسنا في وضع أفضل. أولا يعني من ناحية إن مستشفياتنا تعمل، سواء كان الحكومي سواء كان الخاص، مراكزنا الصحية تشتغل تقدم خدماتها للمواطن. ولكن يعني في إذا كان سؤالك لنا على الوضع الراهن، وخاصة الجائحة الذي الآن للكوليرا، طبعا هذا حمد ظنك نحن كنا اوريدي يعني عارفين انه لموسمه، يعني دائما نستعد له، وكان لنا اجتماعات مسبقة من تقريبا تحذير كان عندنا من شهر تقريبا فبراير انه بيكون في حمض ظنك، وان بدات الخطط، بدات الوزاره تعمل، بدات المنظمات تشتغل على الكلسترات ان في شيء قادم. ولكن الكوليرا نحن طبعا كان ليس مفاجئ لنا، ما زال نحن عايشين في حروب، والحرب ليس انا باطلق رصاصه، يعني انت عارفه ليس رصاصه اللي بتقتلني، ولكن الحرب هو تدمير البنية التحتية. نعم، ممكن يصدر لي رصاصة تقتلني، ممكن يصدر لي وباء، ممكن يصدر لي يعني. ونحن نتوقع وعلى حذر إن نحن نكون دائما على استعداد، وخاصة إن مراكزنا الذي تم افتتاحها في الجائحة الأولى والثانية والآن الثالثة ما زالت يعني شغالة وموجودة، ولهذا يعني استقبلت فورا الحالات. ولكن كمان ليس فقط المسؤولية تكمن على وزارة الصحة، هناك إصحاح بيئي، هناك سلطة محلية، هناك وزارة يعني المياه، هناك للمجاري، هناك صندوق النظافة، هناك كل هذه تنسيقنا طبعا مع السلطة المحلية، عندنا مكاتبنا في المحافظات يعني على اتصال مباشر مع السلطة المحلية وهي المعنية في الأمر، يعني تقوم بالتنسيق بالإنشاء غرف عمليات لهذه. وكان يعني من أطلق الوزير الدكتور ناصر محسن باعوم رسالة رفع الجاهزية وعممها على جميع مكاتب الصحة لأنها المعنية. هل لديكم إحصائيات بعدد مرضى الكوليرا وعدد مرضى حمى الظنك؟ طبعا بالنسبة للكوليرا تتفاوت من محافظة إلى محافظة، والحمد لله مثلا نحن لو جينا مقارنة بالجائحة العام الماضي لوجدنا إن نحن في نحمد الله ونشكره، أولا إن وزارة الصحة قامت باللقاحات ضد الكوليرا، وهذا يعني حد من انتشار هذا الوباء. يعني عندنا مناطق مثلا في محافظة عدن يعني 53 حالة، اللي هي مثلا 4 موجب والباقي يعني تقريبا 49 سالب، يعني هذا يدل على انه يعني لسه في شويه من
يعني المكان الأماكن الذي جاء منها هذا المرض. المواطنين اللي أجت من المستشفى خاصة إلى المراكز التي قدمت إليه، يعني هذا يعني قدرنا نعرف أين يتمركز هذا الوباء. يعني معناته نحتاج إلى أن نطلق مرة ثانية مع المنظمات حملة لقاح لهذه الجائحة يعني الكوليرا. هنا يعني نحن نقول لحد الآن، وخاصة إن قطاع الرعاية المعني بالأمر الدكتور علي الوليدي وجميع المنظمات الشريكة معنا، ونحن يعني بشكل عام في الوزارة يعني حضرنا قبل يومين، يعني أمس تقريبا أو قبل يومين اجتماع خاص بهذا الصدد، يعني جاهزية مدى جاهزية هذه المنظمات وتحركها للدعم هذه الجائحة. الحمد لله والشكر، يعني خطة تنسيقية يقودها الوزير وإن شاء الله يسيطروا على الأمر. في رأيكم ما هي أسباب عودة مرض الكوليرا ومرض حمى الضنك عاما بعد آخر، بالأخص في العاصمة المؤقتة باعتبار أننا الآن نحن نعيش في وضع شبه آلي؟ أنا بقول لك بالنسبة لمحافظة عدن كمان أعتقد يعني ليس لن أقول هذا نواح، وإنما يعني في من يريد أن ألا تقوم قيامة للعاصمة عدن. يعني عدن الآن الحمد لله والشكر يعني كل ما يعني بدأت الاستقرار الأمني، لولا الآن الاستقرار الأمني لا أني ولا أنت في أماكننا ونقود سياراتنا ونطلع ليل نهار نتسوق في 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 المولات ولا نقدر ندخل مطاعم. ولكن بالنسبة للوباء زي ما قلت لك الكوليرا هذا ما هوش يعني هذا دخيل من الحرب، يعني الحرب كر وفر. يعني أنا قبل شوية تكلمت معك وإن ممكن أنا أصدر لك هذا المرض، يعني ولهذا يعني نحن دائما في جاهزية للكوليرا. لكن الضنك هي لازم نرفع من نسبة الوعي لدى المواطنين إن في موسم الأمطار، والآن بتدرف الآن خاصة قريبا، يعني أنت تعرفين موسم أمطار وسيول، وخاصة بعض أشحة الأماكن خاصة يعني مثلا أماكن النازحين، المخيمات، الاستخدام الماء، يعني إبقاء الماء، يعني خاصة المكشوف. في بعض الناس تخزن الماء خوفا أن ينقطع المياه، فتلاقي أن عدم تغطية هذا الماء مما يساعد أنه تنتشر هذا الوباء الكوليرا الملاريا. أما الكوليرا زي ما يعني حسب إحصائياتنا وتتبعنا أكثر شيء يعني هي جاية من لحد الآن من الخضار وليس من الماء. يشكو مرضى السكري ومرضى الفشل الكلوي من قلة في الأدوية والمستلزمات الطبية، كيف تعاملت وزارة الصحة وكيف تتعامل اليوم مع هذا الوضع وشكاوي المواطنين في هذا الصدد؟ طبعا بالنسبة لقلة الأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة يعني كانت رسالة الوزير واضحة لمنظمة الصحة العالمية والكل، يعني نحن يعني يستلموا الدعم خاصة من الأدوية للأمراض المزمنة مخصص بسيط، يعني تقريبا 70% يروح للمحافظات التي تقبع تحت سيطرة للحكومة الميليشيات. يعني هذا من ضمن المشاكل اللي واجهتنا احنا مع منظمة الصحة العالمية، وبدأ الآن لها الحلول لمعالجة هذا الأمر. بالنسبة لمرض الفشل الكلوي طبعا انت تعرفي انه محافظة عدن اصبحت العاصمة المؤقتة، ليس هي فقط لمحافظة عدن، سواء المحافظات المحررة والآن يعني من الحديدة من إب من كثير من النازحين القادمين الى محافظة عدن، وتلاقي دائما يعني يشكل لنا بعض العجز. ولكن المركز الملك سلمان ويعني دائما والهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر تدخل الدولي بالنسبة لل اسمه الفشل الكلوي دعمهم بالمحالي. كل هذه التدخلات وكل هذه المساعدات، ولكن يعني لا تزال الصورة قاتمة، ولا يعني مرض الفشل الكلوي بصورة أخص يعني بالنسبة للمواطن اليمني هي موت محتم. صحيح.
اليوم في ظل يعني نقص الأسرار، انقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، نقص الأدوية بشكل عام، ألا يعني يحتاج هذا المرض إلى حلول سريعة من وزارة الصحة؟ ليس الحل بيد وزارة الصحة على أساس فقط أنها تحد من هذا الأمر، ولكن برضو على الحكومة أن تحسم أمرها. يعني نحن أمام تحدي مع الميليشيات، يا أما أن نحن نواجههم بكل قوة ونعيد استقرار لليمن للبلد حتى تستقر هذه الحالة ويعيد الاستقرار للمواطن. ما دام بنظل بين ود تفاوض وتفاوض وتفاوض، المعاناة زادت للمواطن، هو الوحيد اللي بيدفع الثمن. ولكن علينا أن نتخذ الخيار الذي يحسم الأمر، يعني يا أما أن نحن يعني نسهل للمواطن على أساس أن نعالج مشكلة المواطن. اليوم هي أهم التحديات والصعوبات التي تقف أمام وزارة الصحة؟ التحديات التي تواجهنا إحنا، أولاً أن كانت يعني الوزارة تعمل بميزانية شحيحة، وإن شاء الله اليوم نشوف ميزانيتنا حق 2014 إن شاء الله تعود إلى النور وتقدر الوزارة تشتغل. التحديات التي تواجه وزارتنا إنه نحن لازم يعني على جميع المنظمات أن تعمل على في إطر مع حكومة الشرعية، وأن تفتح مكاتبها جميعا في عدن، وأن يكون كل يعني ما تصدر من يعني خطط مشتركة تكون من قعر عدن من مع وزارة الصحة. طبعا نحن لن نحرم المواطن في المحافظات الشمالية، لأن الحرب ليس بيننا وبين المواطن على أساس إنه ما نقدم لهش الخدمات، لا، نحن الحرب بيننا وبين ميليشيات تمردت على الشرعية. فهذه التحديات اللي تواجهنا تعمل لنا بعض الدربكات في العمل، ولكن الوزارة إن شاء الله زي ما قلت لك العمل بدأ يعني يوقف على رجليه، وإن شاء الله نشوف في عام 2019 لبعض المعالجات التي أعاقتها العمل في 2018. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق العمل في يعني في اليمن في عدن خاصة بسبب اختطاف بعض المرضى من مشفاها، كيف تعاملت وزارة الصحة مع هذا الوضع؟ أولاً هذه العملية ليس من دخيلة على عدن وأهل عدن، يعني بأن يختطف مريض من مستشفى هذه دخيلة على نحن، ولكن الوزارة تعاملت أولاً يعني شكلت لجنة قام بها الوزير بتكليف فريق للجلوس مع منظمة الصحة العالمية، لأن نحن لما بنجي نعلق يعني مستشفى يخدم قدم خدمات من 2014 إلى يومنا هذا وقدم عمل يعني عظيم في فترة الحرب، وخاصة والآن يقدم ما زال في ظل الظروف الصعبة للمواطن، لأن الأطباء بلا حدود ليس يعني إسعاف جريح، يعني إسعاف المواطنين، يعني كثير من المرضى يترددوا على هذا المستشفى، معناته نحن مش بنعاقب على نغلق المستشفى عشان اختطف فرد من المرضى، لا هنا على الدولة الآن أن تقوم بواجبها يعني وتأمين هذا المستشفى، يعني تأمين هذا المستشفى، ولن تسمع بعد الآن أن تتكرر سواء في أطباء بلا حدود أو في مستشفى الجمهورية أو في مستشفى الصداقة من من مثل هذه الحالات، لأن لو سمحت معناته بكرة بيتلطموا الأطباء داخل المستشفى. يعني هل هناك أمل الآن أو أخبار بعودة منظمات أطباء بلا حدود إلى العمل؟ بتعود إن شاء الله، يعني وهم عارفين مدى الخدمة اللي تقدم ونحن مقدرين هذه الخدمة، ولازم يعني تعالج إن شاء الله بتعود الخدمة قريبا. كيف تقيمين حجم المعونات والمساعدات التي تأتي من المنظمات الدولية لوزارة الصحة من أدوية وغيرها من المستلزمات الطبية؟ طبعا
بالنسبة للمعاناة الذي تقدم من المنظمات، يعني مثلا نحن كان في، أنا بكون بكل شفافية، كان في بعض الأحيان نحن لا نعرف مثلا كم حجم الدعم منظمة الصحة العالمية، لا نعرف مثلا صندوق السكان للأمم المتحدة. لازم يكون في هناك شفافية مع المنظمات، يعني كل منظمة تجي مفروض، يعني صح أنهم يعملوا تنسيق الآن معنا في الوقت الراهن، في تنسيق من خلال الكتلة الذي نجتمع على أساس أنا بدعم كذا وبقدم كذا، ويعملوا معنا نزول على المستشفيات في الاحتياج، ولكن نحن نشتي هذا كله الدعم والتنسيق. يعني نحن ما نقولش جيبوا لا عندنا الفلوس ونحن اللي بنتصرف فيه، لا، نحن نشتي مثلا المنظمات تجي لما تجلس مع وزارة الصحة وتقول انه مثلا انا خطتي كذا وسوف ادعم كذا ومبلغ وقدره كذا، واين بيروح؟ نحن كجهة يعني إشرافية، الوزارة كجهة إشرافية، يعني في الان بدا يترتب بعض الدربكات هذه اللي كانت حاصلة يعني في الاداء، لكن الان الوزير اتخذ اجراءاته. مثلا الان اي منظمه بس كانت بتقدم بتتدخل في القطاع الصحي بتجي تقدم او يعني عبر التعاون والتخطيط الدولي، ومن ثم بترجع الى وزاره الصحه عبر يعني قطاع التخطيط برضه في وزاره الصحه، نعرف متى ايش هذا الدعم اللي بتقدمه هذه المنظمه. يعني كان اول يعني ما فيش هذا التنسيق، كل منظمه يعني غير يتعدوا بالأصابع، مثلا اللي بيننا بين اليونيسف، بيننا وبين قطاع الـ WHO، وبيننا وبين، لكن التوزيع مثلا الإعانات من الأدوية من يجب أن تدخل، يعني لما توصل إلى المخازن، إلى مخازن الحكومة أو مخازنها هي في، يعني طبعا بعض المنظمات لديها مخازن، يعني تشعر الوزارة لأنها تدخل عبر الميناء، تدخل عبر الميناء وتسلم هذه المذكرة للتعاون والتخطيط الدولي، ومن هنا نحن نعرف كم حجم الدعم هذا الموجود دخل البلد. الآن يعني اللي بدأ يتنظم إنه مثلا صندوق السكان للأمم المتحدة عنده مجموعة من الأدوية إيش يوزعها، يعني نحن نعرف كم هذه الكمية اللي واصلة في المخازن، وعلى ضوء نعمل خطة توزيع على مستوى الجمهورية مع المعنيين بالأمر. يعني الآن بدأ العمل يتنظم، يعني نحن ممكن نقول إنه في 2015 16 17 هذا كان فيه من العشوائية، كان يعني ما زالت البلد يعني ليس بديك المستقرة، ولكن الحمد لله والشكر الآن بدأ الآن العمل الجاد، يعني الوزير حسم كثير من الأمور. يعني هل ترين دكتورة إشراق بأن هذه المنظمات الدولية تعمل وفق مبادئ العمل الإنساني أم أن هناك بعض الخروقات أو بعض التجاوزات؟ شوفي أنا بأتكلم بكل صراحة، ما فيش حاجة تكتمل، بس الحمد لله والشكر أنه تقدم. يعني لو جينا يعني الآن مثلا شوفي ما مركز الملك سلمان تدخل جميع ما كل ما يقدمه للحكومة في المخازن الحكومة، ومن هناك يتم التوزيع على مستوى المحافظات. الكويت نفس الشيء. دكتورة إشراق، البعض يروج بأن بعض هذه الأدوية التي وصلت لليمن عن طريق معونات هي قريبة انتهاء الصلاحية، أو بعضها منتهي، بعضها ممنوعة في بعض الدول الأخرى، ما مدى صحة هذه الإشاعات؟ شوفي بالنسبة لأن ما فيش في أدوية تدخل ونحن مش عارفين فيه، يعني الحكومة صاحية، يعني عندنا في الميناء عندنا الكنترول، عندنا الهيئة العامة للأدوية، يعني صاحيين ناس يعني ما شاء الله لهم خبرة وداع، لكن بالنسبة إنها توصل في معاملات يعني قد تعرقل، نحن مثلا في بعض الأدوية توصل من الجهات الداعمة، يعني صح إن باقي مثلا 6 شهور وقربت الانتهاء، أنا مثلا في بعض يقول لك أنا تأخرت في جابوتي، في بعض يقول لك أنا تأخرت في الشحن خارج، وصلت إلى عدن مثلا من قربت يعني نص الباقي، المفروض إيش اللي تعمل مع هذه الأدوية اللي توصل؟ هل تتلاف يتم إتلافها؟ طبعا إذا كان باقي منها مثلا 6 شهور أو 4 5 شهور، يعني هي تتوزع على مكتب الصحة أن يوزعها ويبلغ أنه هذه الأدوية
ممكن تستخدمها لمدة 3 أشهر تلحق منه، لما باقي منه شهرين انهيها، قدم بلاغ واعمل لها إتلاف، واعمل لها إتلاف. يعني مش معقول إنه باقي مثلاً 6 أشهر نرميها، لا، هي وصلت معونات لنا. يعني أحياناً توصل زي هذه الكميات، مش معناته إنه نحن من أول توصل 6 أشهر ونتلفها. ممكن نحن في مسألة وقت، يعني الآن في حرب، يعني قد نستهلكها في الكمية اللي وصلت. لو في تخطيص ده ما بتتلفش، يعني قد تستخدم بسرعة منه. وأما إذا يعني في يتم قرده باقي شهر أو شهرين يتلف، يعمل محضر إتلاف ويتلفها. يعني مش 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 لأول مرة مثلا، سواء كان في عدن أو في البلدان الأخرى أغلبهم بهذا الشكل، يعني في محضر إتلاف للأدوية ما استهلكت هذه الكميات وتلفت. والبعض كذلك يروج بأن هناك أدوية تصل كمعونات ولكنها تباع في الصيدليات وتباع في المستشفيات الخاصة، ما مدى صحة هذه المقولة؟ والله هذه لازم تكون هناك رقابة. أنا ما أقدرش أرد عليك على هذا، لأني لو أني في الرقابة والتفتيش بأرد عليك، يعني بأنزل وبأعمل. أنت تسمعين دكتورة بحكم يعني مكانك، تسمعين عن هذه الإشاعات؟ صح، أنا أسمع. يعني يوميا لو تفتحي الواتس التواصل الاجتماعي بتلاقي، حتى ممكن أنزل أنا خبر ومفبرك والكل يصدق. يعني هذه كلها يعني اسمه، لكن لا أقول لك إن لا توجد بعض مثلا الأدوية قد تكون فيه، قال لي إنها معرضة للبيع. أنا بقول لك قد لا أتهم أصحابنا، ولكن كم من الأدوية التي استولت عليها الميليشيات وابتاعت بالأسواق؟ يعني قد تكون جت من جهات الميليشيات وباعت هذه الأدوية. يعني هناك لازم يكون في كنترول، سواء كان من الجانب الحكومي أو حتى من الجهات الأمنية، الذي في الطرقات، الذي في المعسكر، يعني النقاط تشوف هذه الكميات من فين أجت، من فين دخلت، من فين خرجت، وتعمل عليها يعني تحفظ. دكتورة إشراق، هل لوزارة الصحة دور رقابي على ارتفاع أسعار التطبيب بشكل عام في المستشفيات، بالأخص في المستشفيات الخاصة؟ يعني اليوم المواطن يستنزف كل ثروته أو كل ما يمتلك من أجل أن يعالج نفسه أو يعالج أسرته. نعم، الآن أعتقد أنه أنا أوافق هذا الرأي، أنه الأسعار في الخاص يعني بلغت يعني حدتها، ولازم يكون هناك من آلية يعني واضحة في تحديد السعر للعمليات والمعاينات. هذا لازم يعني، واعتقد انه الوزير متخذ هذه الان الخطوات القريبه. المواطن احيانا يهرب خوفا من الخدمه في المستشفيات الحكوميه الى المستشفيات الخاصه. نعم، لكن بالنسبه للحكومي، بالنسبه للحكومي اولا، بالنسبه للان نحن متخذين خطوه بمستشفى الصداقه، ان شاء الله الولاده المجانيه والعمليات القيصريه المجانيه، كمان حتى في لحق الان، لحق يعني تدفع القسائم للأسر الفقيرة مستشفى ابن خلدون عشان العمليات القيصرية وعشان الولادة المجانية في مراكزنا أيضا. ولكن بعض صح أن بعض العمليات الذي هو في القطاع الخاص، المفروض هذا يعني يكون في اتخاذ، يعني بحيث أنه يعملوا على توحيد السعر بما يعني من يعني هذا خاص نحن، لكن على الحكومه كمان على ان شاء الله الوزير يتخذ اجراءاته ان شاء الله. نعم، ختاما دكتوره، هل هناك رساله تودين القائها من خلال هذا اللقاء؟ اولا انا من خلال هذا اللقاء اتمنى ان الكل يعرف انه ليس اللوم فقط على وزاره الصحه لاي جائحه كانت، يعني خاصه إن اذا في الاصحاح البيئي يجب ان تشترك فيه جميع الجهات المعنيه، سواء السلطة المحلية بشقيها، وزارة المياه، وزارة يعني حتى نشرك رفع الوعي، التعليم، الصرف الصحي، الرقابة على المطاعم، الرقابة، يعني في كل، يعني يجب أن يقوم بدوره. يعني نحن الآن في وضع استقرار أو الحمد لله، يجب على الجميع أن يصحى، وأن يعني على الأقل تكريم للدماء اللي سالت، يعني إن نحن ما قمناش بهذا إلا من أجل تحسين وضع، من أجل إعطاء المواطن حقه بعد هذه المعاناة. يعني على الجميع أن يؤدي عمله
يعني بضمير إنساني أن ينهض، لأن نحن نهضنا من تحت الركام، يعني ما يعني اليوم نحن في أحسن حال، ويجب أن نكون مخلصين لهذا العمل. هذا أني أريد أن أوصل رسالتي لكل محب وغيور على اليمن. الدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد لوزارة الصحة العامة وقطاع الصحة والسكان، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا. لا تنتهي حكاية المدينة من أحداث وتراث قديم لا يزال عبقه ممتد إلى وقتنا الحاضر. نبقى الآن مع حكايتنا التي خصصناها لكم لهذه الحلقة. قبل عقدين من الزمن أنشئ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام كأول مؤسسة وطنية متخصصة في إزالة مخلفات الحروب. الحاجة الإنسانية الملحة استدعت وجود هذا البرنامج الوطني لتأمين حياة اليمنيين من الألغام والمواد المتفجرة التي أودت خلال نصف قرن بحياة آلاف المدنيين أغلبهم من الأطفال. إنشائه في 17 من يونيو عام 1998 رفع البرنامج شعار من أجل يمن خال من الألغام، وترجم ذلك عبر أنشطة متنوعة هدفت إلى تطهير الأرض من مخلفات الحروب وتوعية المواطنين بالأخطار وتقديم المساعدات للضحايا. بينما كانت اليمن على موعد من إعلان خلوها من ألغام صراعات النصف الأخير من القرن المنصرم، جاءت حرب الإنقلاب ليبدأ فصل هو الأخطر من تاريخ البلاد مع تهديد الألغام. يمتلك البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 36 فريقاً هندسياً، فيما يتجاوز عدد كادره الفني 1000 عامل، فقد 80 منهم أثناء تأدية مهامهم في نزع الألغام. عام 2015 بلغت المساحة المطهرة من الألغام 3/4 المساحة المخططة التي كانت تقدر ب 900 مليون متر مربع، وتم تدمير 500,000 مادة متفجرة من مخلفات الحروب السابقة كما تشير التقارير الصادرة عن البرنامج. خلال السنوات الخمس الماضية تراجع نشاط برنامج نزع الألغام كغيره من مؤسسات الدولة، وتوقف لفترة محدودة بشكل نهائي لأسباب منها قلة الدعم المحلي والخارجي، وفقد معها 70% من معداته بسبب حالات اللا استقرار التي عاشتها عدن قبل وبعد الحرب. عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن عاود البرنامج نشاطه بنصف كادره، وعمل بخطة طارئة في إقليمي عدن وحضرموت فقط، وبدعم محدود من اليونيسف واليو إن دي بي. خلال
خلال العامين 2016 و2017 تمكن البرنامج من تطهير 1,300,000 متر مربع في إقليم عدن بمحافظاته الأربع، وبلغ إجمالي ما تم نزعها من مواد متفجرة أكثر من 45,000 زرعت بعشوائية داخل المدن وخارجها. نفذ البرنامج بالتعاون مع منظمة اليونيسف حملات توعية بمخاطر الألغام في التجمعات السكانية بالمناطق المستهدفة، استفاد منها أكثر من 1,000,000 شخص من مختلف الفئات العمرية. برنامج نزع الألغام كأفضل البرامج الوطنية محلياً خلال العقد الأول من عمره، وعالمياً جاء في مراتب متقدمة من حيث الإنجازات وجودة العمل. يحتاج البرنامج كما يقول القائمون عليه إلى إمكانيات كبيرة وآليات ومعدات حديثة يستطيع من خلالها الوصول إلى مختلف أنواع الألغام والمتفجرات وتنفيذ المهام على أكمل وجه وأكبر قدر ممكن. تميز بحبه للطبيعة وبشغفه بما يصنع، حيث شكلت له صناعة النوافير حرفة ومهنة. إنه رمز الصيرفي، وجه المدينة لهذه الحلقة. عمل لا يتقنه سوى المحب للطبيعة المدرك لجمالها، ورمز الصيرفي له من ذلك الحب نصيب، حيث تعلق منذ صغره بصناعة النوافير المنزلية متأثراً بوالدته التي كانت تتقن صناعة المجسمات. شغلتي هذه هي موهبة أو فطرة، يعني أجت لي منذ الصغر، فهي عبارة عن نوافير منزلية. فالفكرة هي ما كانت ملموسة في البداية، ما كانت مدركة، فكانت هي موجودة حاضرة في الذهن ولكنها غير ملموسة. من صنع لي الفكرة هذه هي وحدة، هي إنسانة عظيمة، ملكة حياتي، أمي حفظ الله، فهي كانت مدرسة من سابق، فكانوا يقيموا معارض كل نهاية عام، يصلحوا المجسمات هذه الصغيرة والبيوت. فكنت من وانا طفل صغير كنت عندها واصل وانا بجانبها، وهي تصلح هذه الاشياء، فكنت ارى هذه الاشياء معها كل يوم كل يوم كل يوم. فصنعت عندي الفكره بس ما كانت مدركه، يعني فكانت منذ الصغر، فادركتها الان. وجد رمزي في نفسه الفهم والاستيعاب لعمل النوافير المنزلية، وتطورت معه الفكرة لتشكل له مصدر دخل ونافذة أمل ومشروع حياة يتعهده بالكثير من الوقت والجهد والإتقان. كيف بديت بالفكرة نفسها؟ كيف بديت أصلح النوافير هذه؟ فكل شاب معروف أنه يكون له دخل خاص، مصدر دخل خاص، وكل شاب يمر في أوقات فراغ يصفي ذهنه
يفكر كيف 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 يصنع هذا الشيء. فأنا قد فترة لي بديت أشوف يعني كيف أدخل مصدر خاص من صنع يدي. وأول ما خطرت في بالي النوافذ كيف أصلح نافورة. وما تتخيلي كمية الأفكار التي نزلت، يعني أفكار ما شاء الله كثيرة جدا. وبدأت فكرة ورا فكرة فكرة ورا فكرة على توليد الأفكار، وحصلت عندي إرادة قوية إن أنا لازم أصلح بأقرب فرصة أصلح نافورة وأشوف إيش ردة فعل الناس. من الخشب والفلين ومواد أخرى يصنع رمزي نوافير منزلية بأشكال جميلة، يستقي أفكارها من الواقع ويضفي عليها لمسة إبداع من خياله الشغوف بصناعته. طبعاً صنع النافورة من الموجودات، من الموجودات حولك، من البيئة، زي ما حكاية خشب في فلين، أشياء يعني من الموجودة جنبك ممكن تصنعين منها من شيء، يعني من لا شيء من شيء من ولا شيء، يعني تصنعين منه حاجة حلوة. فهي في يعني أساساً النافورة حوض، هذا أساسي لازم يكون مستلزماته، هذا تشتريه يعني من متاجر الدينما. الدينما خاصة هذه بالدورة الكهربائية اللي هو تطلع الماء وتنزله، تكرار الماء نفسه تطلعه وتنزله. في معانا كمان في على حسب التصاميم برضه، في تصاميم برضه مثلا تحتاج خشب، في نوعين نافورة صلحتي تعتبر حائطية موجودة، في نوافر على شكل قرر، في شلال، يعني في كل تصميم له أشياء. فمثلا في زي ما قلت لك الخشبة هذه، في نوافر على قرر، هذه برضه هذه لازم تاخذها. بس أنا لما أخذ هذا القرار لازم أعمل له برضو إعادة تصنيع، برضو لازم أكرر، لازم أغير من شكله، لازم أغير من لونه. متغلباً على التحديات، متجاوزاً العراقيل، يمضي رمزي في مشروعه الصغير، وكل طموحاته أن يحقق مزيداً من الحضور ونجاحاً يتجاوز سقف التوقعات وحدود الوطن. الصعوبات هي مش في البداية، الصعوبة تأتي في النهاية اللي هي في مرحلة التشطيب للنافورة. فالأساس يعني القواعد، تحط القواعد كيف تبدأ تصنع الفكرة، هذه سهلة. لكن مرحلة التشطيب اللي هو التثبيت، اللي هو خلاص ببدأ أثبت الدينما من داخل، ببدأ أثبت القاعدة، ببدأ أثبت الفكرة اللي أنا صنعته، هنا تكمن الصعوبة في هذه المرحلة. هدفي يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون لي معمل أو منشأة خاصة بعمل النوافير، عليها كادر بشري متخصص. بعد هكذا يعني برضه يعني من ضمن الخطة نفسه أن يكون لي موقع خاص لما أعمله، الاسم الخاص بي، أستقبل فيه طلبات محليا، وممكن أن يكون إيصالها حتى خارج البلد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.